هذا هو الطيحان من طاب، ان شاء الله جربوا، راه كيجي زوين وسهل. هادو هما الطريفات ديالو، ها هما كيفاش جايين. التميره كي دايره، وان شاء الله جربوه نتوما فرحانين مهنيين. راه كيجي حتى نتاع الغلمي يجي هكا، دوك الصغيورين كيجيو معمرين بهذا التعميره. ان شاء الله تعجبكم وتجربوها نتوما فرحانين ان شاء الله بالصحه والهنا. وهذا هو الطبق ديالنا، ان شاء الله جربوه نتوما بخير وعلى خير بالصحه والهنا. عليكم مشاهدينا الكرام من قناه غداتي كل يوم، كنحييكم ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير بصحه جيده. اليوم بغيت نصاوب هذا الطيحان وبغيت نشارككم باش تشوفوني كيفاش غادي نصاوبو. واللي بغى يجربو، اللي ما عرفش ولا بغاو، انا حليته كله. دابا عندي نص كيلو ديال الكفته، عندي كاس نتاع العنبه نتاع الروز، عندي العطريه الكمون، القزبر، الهريسه، البزار، الخرقوم، وسكنجبير، وهذيك الطريف ديال الضامه ما كاينش نص ضامه غير قل. وعندي هنايا مقطعه البصله والحار والقزبر المعدنوس. دابا غادي نشحر هذا البصله، وعندي الزيت. دابا غادي نشحر هذا البصله و باش نصاوب، من بعد ندير لها العطريه. البصله تشحر، غادي نشحرها غير شويه، فيها شويه الزيت، غادي نشحرها شويه. حتى تشحر شويه غادي ندير العطريه باش ما تحرقليش. غير تنزل شويه البصله وانا نطفي عليها. دابا غادي نزيد العطرية، نخلط هاد النصيحتين ساج من الكفته، غادي نخلط الجميع، غادي نستعمل يدي نخلط الجميع باش ينسجمو ليه كلهم. انا درت شويه ديال التحميره، درتها هكذا باش ما تحرقليش، ما بغيتش نقليها. دابا غادي نزيد الروز، الروز غير راني سلقته نص سلقه طيبة. باش يخفف لي الكفته باش ما تجيش بزاف تجي ناشفه. بهذا الرز غادي يعطيها تكون رطبه تجي زوينه. وندوقوا الملح، ندير نشوف واش هذيك هي في الملحه. الرز هكا باش ما يبانناش
ما نديروش خضر، نديرو هكذا باش ما يبقاش باين بزاف، باش ينسجم مع الكفته ويجي زوين. دابا غادي نبقى نعمر. نديو نعمر وندفع الداخل. عمرتو دوك عندي هاد الميضعات اللي راهم هكا مقطعين، غادي نخيطهم باش ما يخرجليش داك التعميره. كنضرو كاع على دوك الميضعات اللي مقطعين، نتوما قولوا للقزار يصاوبو لكم، انا صاوبتو غير بوحدي، حليتو بوحدي وقطعتو هكا. كنستمر حتى نكمل كاع هاد التقيبات اللي عندي هنايا. دابا غادي انا نجمعو هكذا، انا بغيت نطيبو في هاد الورق، الورق ديال الطبخ، وانا نزيد لو بابي الومنيوم ونديرو يطيب. منين يطيب ونشوف نشوفو طاب، غادي نولي نزولو هاد البابي الومنيوم هاد الكاغط، وغادي هاد الورق ديال الطبخ، وغادي نديرو يتحمر عرفاني شويه. دابا غادي نجمعو مزيان في هاد البابي الومنيوم وفي هاد البابي الكيسو، خاصنا نجمعو باش ميخرجش منو البخار وباش يطيب. ملي ميخرجش منو البخار كيطيب، كيطيب مزيان. نجمعو مزيان وكنديرو الفران على 200 درجة واحد نص ساعة، نطلع عليها نشوفو في البداية واش طاب ولا كيطيب دغيا. دابا غادي نديرو في الطاوله وندخلو نديرو في البلا البلاط الفول، وغادي ندخلو الفران، غادي ندخلو نص ساعه ونطلع عليه واش راه طايب او لا خصو عاد نزيدو. غادي نص ساعه غادي يكون طايب، يكون مزيان. دابا راني مسخنا الفول على 200 على 200 درجه واش راه طايب، باش نشوفو كي داير. شوية الماء غادي نخليه يزيد عاد واحد شوية. دابا راه طاب، غادي نرجعو يتحمر مزيان اللي كدلتلو هداك بابي الومنيوم، وغادي نرجعو في يتحمر حتى يتحمر مزيان. طيب راه طايب.